السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد دائما أبدا ما دام وجهه الكريم. النهاردة هنتكلم عن الأغلاط أو الأخطاء أو الحاجات اللي انت على طول ممكن تظهر لك في داتا بلس. داتا بلس منصة زي ما قلنا من المنصات الحلوة جدا اللي عليها شغل كتير جدا جدا، بس ما ينفعش تعمل أكاونت لنفسك وتشتغل كده لوحدك، فالشغل لوحدك لازم شغل ليدرز أو شغل مجموعات. فما تدخلش تعمل اكاونت وتفتكر انك انت هتشتغل، عشان في ناس بتبعت لي وانا قلت بقول في كل فيديو ما ينفعش الشغل على المنصات ديت لوحدك، لازم تبقى منضم لليدر، والليدر ده هيقول لك اسم الفريق بتاعه ايه، وهتعمل ايميل في الجيميل باول حرفين او ثلاثة من اسم الفريق وبعديها اسمك الثنائي، عشان ساعة القبض يعرفوا ان الاكاونت ده بتاعك وانت تاخد الفلوس. لو انت عملت اكاونت مع ليدر ورحت رايح لليدر تاني تشتغل عنده مش هتاخد فلوسك، اوكي؟ فاحنا بنأكد مليون مرة، اول غلطة الناس بترتكبها ان هو يعمل ايميل مع نفسه ويدخل على المنصة، طبعا الكلام ده مستحيل. تاني حاجة الشغل فقط اللي بيدخلوا بيه على المنصة، لكن انك انت تشتغل لوحدك مفيش حاجة اسمها شغل لوحدك، لازم يبقى معاك فريق. تاني حاجة انك انت تعمل ايميل وتروح رايح مع الليدر باسم الليدر دوت، وبعديها تروح رايح لليدر تاني تشتغل معاه. الليدر ده مش هيديك فلوسك، اوكي؟ لان هو اوريدي الشركة هتدي لصاحب الفلوس، لصاحب الحروف او الجروب دوت، الليدر بتاعه هو اللي هياخد الفلوس، فالتاني ما خدش فلوسك، هيديك منين يعني؟ وياريت تالت حاجة انك انت لما تيجي تشتغل ما ينفعش تروح رايح تاخد لينك من صاحبك. احنا كلنا بنبقى كذا جروب مع بعض وكلنا شغالين في نفس البروجكت في نفس الوقت، لكن زي ما قلنا كل ليدر ليه العميل بتاعه وليه اللينك بتاعه وليه الشغل بتاعه، فانت ما تروحش تشتغل عند حد تاني ولا تاخد حاجة من صحابك، ما فيش حاجة اسمها مش عارف، خد من ليدر. ما تقعدش تفتي، ما تفتحش جروب تاني وتتكلم مع الناس وتعيش حياتك كده ومستني انك انت تاخد فلوس براحتك. احنا قلنا واكدنا كل واحد يلتزم بالفريق بتاعه. تالت يعني بعض الاغلاط التانية اللي الناس بترتكبها، انك انت بعد ما تخلص الجيميل لازم تبقى فاتحه وتتأكد ان هو شغال، وبعدين اديني بأكد تروح داخل على المنصة وتعمل اكاونت جديد. لما تيجي تعمل اكاونت جديد لازم زي ما قلنا تبقى فاتح الايميل بتاعك. اول لما تيجي تعمل اي اكاونت جديد هتلاقي ان هما عادة بيبقى انت بتدخل كده هوت، معلش انا هوريها لكم من الاول. اوكي، فانت دلوقتي انا دلوقتي داخل على المنصة وهعمل اكاونت جديد. الاكاونت زي ما قلنا في المنصات ديت اللي هي جروبس، بتبقى اول حروف اسم الفريق وتاني حاجة اسمك واسم الايميل بتاعك، ولازم تتأكد انك انت على الجروب شات بتاع الجروب بتاع المشروع، عشان هما هيدوك ابديت كل يومين يوم بالعميل عايز ايه، الشركة عايزة ايه، انت بتعمل ايه غلط، ايه اللي انت تصلحه، عندك مرتجع تصلحه، وعندك حاجة لازم تاخد بالك منها، غيروا القانون خالص والتعليمات بتاعت الشركة، العميل ما كانش فاهم كويس بعض النقط وبدأ يوضحها، فلازم تكون في جروب الشاتنج. اوكي، طيب انا دلوقتي هعمل ريجستر من اول وجديد، انا ما عنديش اصلا اكاونت، بحط الجيميل بتاعي وقلت مليار مرة يكون مفتوح، ماشي، وبعديها اجي هنا هو احط الباسورد بتاعتي. الباسورد زي ما انتم شايفين هنا هو بتبقى عبارة عن بيقولك من 8 حروف ل 32 حرف، ده طولها، ما يكون اتليست عندها فيها رقم واحد، يعني اكتر من رقم ممكن بس ما ينفعش ميبقاش فيها ارقام، لازم يبقى فيها رقم اتليست اقل حاجة رقم واحد، تبقى فيها كابيتال لتر على الاقل واحد، فيها سمول لتر هو يعني الحروف الصغيرة على الاقل واحد، ممكن اكتر بس الاقل حاجة واحد، وان هي تكون فيها بعض الرموز ديت، هو محدد لك رموز معينة تحطها فيها، ما تحطش اي رمز تاني، يعني ما تجيش تحط فول ستوب او نقطه هو مش قايل لك انها من نقطه، هو بيقول لك الات بتاعت الايميل، الهاشتاج، علامه التعجب، الدولار، البرسنتج اللي هي المئويه،
الاند الزائد اللي يساوي الناقص اللي هي الاندرسكور. فبصوا التزموا بليز، اللي مش فاهم هتلاقي على طول كده اهوت جنب الباسورد في عندك علامة استفهام، افتح شوف، عشان في ناس بتقعد في الخطوة دي كتير، يعني كتير احنا نفسنا ساعات بيبقى في بعض الويب سايتس بترخم علينا. فانت افتح الكويستشن مارك وشوف هو ايه شروط الباسورد، بعديها تتأكد انك انت نوت ريبورت وتتحط على الساين ايه ديت. طبعا انت لو انت اوريدي موجود الايميل بتاعك واستخدمته قبل كده بيقول لك ده الايميل دوت موجود اصلا، اوكي. فانا لو هو موجود اصلا بدخل على لوج ان وخلاص. طبعا هو في، لو انت اول مره بتستخدم الايميل دوت، هو اوريدي هيبقى في يقول لك ابعت لك الكود. خلي بالكوا عشان في ناس بتقعد تستنى الكود يجي لها. طب هي هيجي لها ازاي وهو اصلا ما دستش على ان هي يبعت لها الكود، صح ولا انا غلطانه؟ فهو لو لازم انت تدوس وتعمل مارك على ابعت الكود، وبعديها هتلاقيه بيعد تقريبا ثانيه دقيقه ونص تقريبا عقبال ما انت تكون، عشان كده بقول لك تكون فاتح الايميل بتاعك. هتلاقيهم بعتين لك الايميل بتاعك فيه الكود بتاعه، انت هتاخده كوبي وهتحطه في المكان بيست عادي، اوكي. سهله وبسيطه، وناس كتير جدا ما بتعرفش تعمل اكاونت بالمنظر دوت وبتضيع عليها البروجكت بسبب الخطوات انها مش بالترتيب. الموضوع تافه ومفيش داعي تضيع على نفسك الشغل وتضيع وتعمل 10 ايميلات عشان تدخل على حتة اكاونت، ماشي؟ فبليز ركزوا في الحتة دي، ما حدش يستهون بالكلام اللي احنا بنقوله وبنقعد نعيد ليه، عشان دي الغلطات اللي بتوصل لنا والمشاكل اللي بتحصل. طب انت دخلت وخلاص ومفيش اي مشكلة وبيرفكت وكله، اول ما هتدخل هتلاقي عندك المنصة بالشكل دوت. في عندك هنا هوت اهم حاجة انك انت بتدخل على ده الاكاونت بتاعك، اتأكد ان ماي اكاونت بتدخل عليها، وتاكد هنا هو ان اليوزر نيم بتاعك باسم الفريق، زي ما قلنا اسم الفريق اهو، اسمك الثنائي محطوط، وتقدر تعمل تعديل من عند القلم. القلم دوت اي تعديل في الانترنت حاليا دلوقتي بقى ده البروتوكول اللي بيستخدمه. بتروح دوس كونفيرم وتخلص نفسك، تمام. طيب عندي هنا هوت الورك سبيس. الورك سبيس خلي بالك اليوزر نيم دوت ساعه الدفع ممكن يقول لك الليدر بتاعك يقول لك ادي قول لي اليوزر نيم بتاعك، قول لي الايميل واليوزر نيم، فهتجيبه من الحته دي، عشان في ناس ما بتبقاش عارفه برضو، دي برضو غلطات اللي ما بتعرفش تقبض بسبب اليوزر نيم. لو سمحت قبل ما تلمس اي بروجكت لازم تملى اسمك في الشيت بتاع المجموعه دي، تكتب اسمك، رقم موبايلك لو قدرت تكتب رقم الارضي عشان في موبايلات ما بتردوش عليها، تكتب انت من اي بلد لو هم طالبين، بس هو تقريبا الايميل واليوزر نيم وايه واسمك والموبايل، هو ده اللي احنا بنحتاجه. الناس اللي بتغير موبايلاتها او بتفقد الذاكره او بتروح المريخ، فبليز يا جماعه تحطوا اي كونتاكت تانية الناس تعرف توصل لكم ساعه الدفع، عشان الليدرز بيقعدوا يدوروا قد كده على ناس ما يلاقوهمش. وطبعا منهم من ناس داخله اصلا مش من الجروبس وفاكره نفسها ذكيه ويدي عليها فلوسها. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين اليوزر نيم مكتوب هنا، هو الجروب بتاعك اسمه ايه، انت وظيفتك ايه في الجروب دوت، والانضمام، كل الحاجات دي مش مشكله. احنا عندنا لو انت عايز تعمل ساين اوت تعمل من هنا ساين اوت، اوكي. بس يعني احنا دلوقتي هنشتغل. هو دلوقتي عندك حاجتين، يا اما هيطلع لك الانوتيشن التفريغ، يا اما هيطلع لك الريفيو اللي هو الكواليتي كنترول مراقبه الجوده. طبعا انت كشخص عادي هتدخل على الانوتيشن، هتروح دايس عليه وهيتفتح معاك. انا عن نفسي بدخل من تحت بدوس نوت، بيطلع لي الجوبس الموجوده، بروح قايل له عندك في حاجه اسمها كونتريبيوشن، وفي عندك حاجه اسمها ستارت في الريفيو اللي هو الكواليتي كنترول، وفي عندك هنا هو ليبل. هتدخل على طول على التاسك في الانوتيشن اللي هو التفريغ. انوتيشن يعني بمعنى انك انت وسيط الشركه بتوظفه عشان يخلص لها بعض المهام، ماشي. فانا مثلا هدخل على الكونتريبيوشن واقول له مثلا انا عملت كام تاسك. الكونتريبيوشن ده طبعا تفتحه لما تكون اصلا اشتغلت، لو انت ما اشتغلتش ما تزهقش الخلق. فانا دلوقتي اهم حاجه انك انت حاول لو انت في الكواليتي كنترول، وباكد كواليتي كنترول، تاخد كوبي كل يوم من الشغل بتاعك، لان احنا حصل معانا مره ان احنا كنا شغالين واشتغلنا اول يومين ثلاثه وبعديها لقينا التاسكات اتمسحت نصها، دي غلطة حصلت مرة. بس انا بقول لكم كل العيوب اللي ممكن تحصل وانت بتشتغل. انا
انا عن نفسي بص بيحدد كل يوم انا اشتغلت قد ايه، وايه الافريج بتاعي، ايه المتوسط بتاعي، الشغل بتاعي ده هنا عدد التاسكات اللي انا قلت انها اوكي، وعدد التاسكات اللي شفتها. في ساعات بتبقى في تاسكات مش يعني مش قد بعض، بس هي هنا هوت الريفيو بتاعي. الريفيو دوت بيبقى يا جماعة انا رجعت كام تاسك. خلوا بالكم في الكواليتي كنترول ما يهمش الشركة انت اشتغلت قد ايه، ان شاء الله اشتغلت مليون تاسك، المهم انت بعت لها قد ايه، هي هتدفع لك فلوس على اللي انت بعته. فانت ما تقعدش ترجع للناس ترجع للناس، احنا في الاول بنرجع ليه عشان نعلمهم الشغل صح، عشان نفهمهم الشغل صح. انت في جروب الشاتنج هتعمل جروب تاني للمجموعة هتسميه جروب التعليمات او الكواليتي كنترول، وهتحط فيه بس ادمن الكواليتي كنترول، وتقفل الشاتنج محدش يقدر يتكلم فيه. اي حد يعمل اي حاجه غلط بدل ما انت ترجعها له وتخسر الايفالويشن بتاعك، تخسر التقييم بتاعك، والشركه تفتكر انك انت فريقك وحش. عشان خلي بالك انت كل ما ترجع كل ما يروح للشركه ان الفريق ده مش شغال، كله غلطات. فانا المفروض كليدر ما رجعش شغل، فاهمني؟ عشان هو لو لقى ان الفريق بتاعك، انا مثلا بعت لك 1000 تاسك رجع منهم 999، مش هشغلك، صح ولا انا غلطانه؟ فخلوا بالكم من الحاجات دي، عشان الحاجات دي الغبيه اللي بتخلي الناس تضيع البروجكتس. انت كل دي الحاجات اللي احنا بنقولها انت شايفها هايفه قوي، لا انا عايزه اقول لك في ناس ما بتشتغلش بسببها، وبيتاخد منها المشاريع بسببها. فبليز اي حد يشغل اي حد معاه يعلمه يفهمه هو عايز ايه. انا مش هعرف، انا مثلا بيرفكت في كل حاجه، واخده دكتوراه من هارفارد، بس انا مش فاهمه انت عايز ايه، فانا برضو جهله. خلوا بالكم ان احنا كلنا جهله، الا من رحم ربي وعلمنا من علمه. فاحنا بنسال بعضينا وبنعلم بعض وبنكرم بعض ونعز بعض، ما تستخسروش بعض العلم، لان هو هيقرفك في البروجكت ده، البروجكت اللي جاي هيبقى خلاص هتعلم. فانت ليه ما تضيعش معاه مثلا نص يوم ولا يوم، 24 ساعه طبعا على خلال البروجكت كله، تبقى انت بتعلم، انت بتعمل لك فريق. حتى لو هو مشتغلش معاك انت كده كده اهوت بتاخد ثواب. فنيجي هنا اهوت زي ما انتم شايفين هنا submitted، دي عدد الايتمز اللي هي البوكسز، عشان انا بشتغل هنا في الكواليتي كنترول صور. خلوا بالكم انا بكلمكم على عيوب الصور، التفريغ ما اعتقدش يعني كنا اتكلمنا عليها قبل كده، بس ما اعتقدش ممكن نعمل في حلقة جديدة ليها. هنا بقى طبعا اللي توافق عليه من اعتقد الشركة، بس هم لسه ما وافقوش على حاجة، وهكذا. طيب انا دلوقتي خلاص رجعت وايه عايزه اشتغل، فبدخل على الستارت، لازم ادوس على الستارت او الليبل. خلي بالك لو انت بتشتغل انوتيشن تفريغ مالكش دعوه ابدا بالريفيو، لو اتفتح لك ان الريفيو ده في ناس بالغلط ممكن تدخل، هو طبعا الطبيعي مش هيظهر عندك، بس في ناس مثلا خدت لينك الكيو ما خدتش بالها، دخلت اشتغلت غلط البروجكت، العميل شركه سحبت البروجكت من كل الناس، فكده فلا سمحت. لو انت تفريغ تشتغل تفريغ، كواليتي كنترول تشتغل كواليتي كنترول، وفي بعض الكواليتي كنترول بيستنصح ويروح رايح يسيب الشغل الكواليتي كنترول يتراكم ويروح رايح يشتغل مود. طب انت ليه دخلت كيو لو انت تشتغل مود؟ ولو انت ما عندكش صبر ومش عايز تعلم الناس ومش فاضي، روح اشتغل مود، مالكش دعوه بالكيو، فاهمني؟ يعني ما نقعدش نزهق بعض. كل واحد انت كنت ما بتفهمش حاجة وربنا علمك وكلنا فهمنا ونشتغل زي ما انت شايف هنا. هو عندي اول حاجة قايمة هي rejected، دي طبعا الشركة شافت حاجات انت ما عملتهاش في الطلبات بتاعتها او في الجايدلاين او في التعليمات، فرجعت لك تصلحها. طبعا مش كل المنصات بترجع، ودي ميزة ان الشركة تكون بترجع لك تصلح، لان هي ممكن ترفض وخلاص تاخد البروجكت دي لحد تاني، او تدي الكواليتي كنترول بتاعها يخلص شغلها بنص بربع الثمن. بس هي حلو ان هي بترجع لك، هي صح مملة انها بترجع اصلا، بس يعني ميزة ونعمة. زي ما انت شايف بينزل عندك الاي دي بتاعك، الفاين نيم، الانوتيتور اللي هو اشتغل المود اللي هما الشخص اللي فرغ. هنا هو تفضل لك 22 ساعة و42 دقيقة على اللي هيتحرر التاسك. خلي بالنا قوي من الاكسبايرد ديت، عشان لو اتحررت التاسكات انت تيجي تقول لي اه ده انا بص مصور ان انا عندي 1000 تاسك، طب انت صلحت منهم كام؟ زيرو، يبقى انت ما عندكش حاجه. لو ما صلحتش الداتا زي ما الجايد لاين بيقول، زي ما العميل عايز، يبقى انت ما اشتغلتش حاجه، يبقى انت مش تاخد ولا مليم. فبليز الاكسبايرد ديت
اللي هو تاريخ الانتهاء او الصلاحية او الوقت المتبقي لتصليح التاسك نخلي بالنا منه. طب هنا هو مش عارفة قصده ايه، هنا هو الريزلت ان هو التاسك ده ريجكتد ما قبلهوش. هنا الفيدباك لو هم عندهم اي فيدباك، شفناش عندهم اي فيدباك، ما بيروش اي حاجة غير نو. ما علينا، المهم فانت دلوقتي سيبان لو انت في الـ في الـ خلي بالكوا لو انتم مثلا طلع لك اي كلمة، اي لو طلع لك اي كلمة انت مش فاهمها مكتوبة بأي لغة، في عندك تعمل رايت كليك وتدخل على ترانسليت سيليكشن تو انجلش، هيفتح لك السيليكشن ويقول لك فريم. بص هنا وقت بيقول فريم، يبقى انا لو عايز اعرف هما بيقولوا ايه وايه الغلطات بيبقى بدخل على الفيدباك والاقي ايه فريمز، هدخل عليها وايه بيقول لي الحاجة دي معناها ايه. عايزة ادخل بقى على الفيكسد، بدوس على دي هتلاقيها ازرق، الازرق دي هي فيكسد. اوكي في حاجة تانية هنا ريفيوينج، ريفيوينج ديت بتنزل فيها التاسكات اللي انا اوريدي فاتحها، لو انا دلوقتي بشتغل اي تاسك وفتحته بينزل هنا اهو. طب تو بي ريفيود ديت بتنزل فيها اللي هي التاسكات لو هي مثلا عدى عليها مثلا كذا ساعة قديمة، يعني انا المفروض في كواليتي كنترول رول اصلحها، فبتنزل هنا هو التاسكات الجديدة وهنا التاسكات القديمة، او ان هي اتشافت مرة، يعني دي اول مرة تتشاف ودي حد راجعها قبلي، او تاسكات قديمة او رجعت مرتين كذا مرة. بدخل انا بصوا زي ما انتم شايفين اسم الانوتيتور والمفروض ان هي تتشافت كم مرة، سوري كم واحد المفروض تتشاف، في هنا اتنين وفي هنا هو خلاص عدى الوقت عنده زيرو، فانا بضطر ادخل كده اعمل له ريفيو. هنا لما بتطلع لك ديت بتقول لك هنا اسم الانوتيتور لازم تحفظه صم عشان لو انت هترجع له التاسكات بتاعته تبقى عارف هترجع التاسكات لمين. هنا بيقول لك هما الداتا كلها باسم الراجل دوت كام تاسك، فانا بحط هنا هاخد من الاتنين دولت مثلا هاخد واحد ولا هاخد اتنين، لو عندي 100 هاخد منهم 5 3 كده. عود نفسك وانت بتشتغل في الكواليتي كنترول ما تراجعش غير على تاسكين 3، ما تكتبش ابدا في البوكس دوت اي رقم كبير. ليه بقى؟ عشان ممكن يكون حظك ان اللي انت واخده اصلا ما بيفهمش حاجه، ما بيطبقش حاجه. انت بقى عندك حلين، يا اما تقبل الداتا كلها، خلي بالك الداتا كلها هتتقبل، يا اما الداتا كلها هتترفض، فانت تاخد تاسكين 3 عشان ايه؟ عشان الداتا لما تيجي ترفض يبقى ما اترفضتش كله، ولما تيجي تصلح يبقى مش هصلح واحد واقعد الاقي التاني اسوأ منه، فاضطر ان انا اصلح الداتا كلها واعملها سبميت وابعتها او اكسبت وابعتها للشركه، او اعملها ريجكت واضيع على نفسي الشغل اللي انا اشتغلته ككيو، لان يعني الكيو عندنا مع الاسف وظيفته ان هو يصلح الداتا حتى لو هي غلط، فالمود بيستهبله ساعات او مش فاهم او ما عندوش وقت او انت قلت له مليون مره وهو مستعبط، انت لازم تصلح الداتا عشان زي ما قلنا البروجكت متاخد من الفريق. طيب في عندي هنا هوت لو انت راجع لك داتا بيقول لك فيكسد ويعملها لك بالاحمر ان دي ليها الاولويه في الشغل. طبعا انا ككيو ممكن اكون زهقت، رجعت كتير جدا اتزهقت، فعايزه بقى اخد شويه من الريفيوز الحاجات اللي انا يعني هتحاسب عليها، لان خلي بالك الفيكس دي حاجات قديمه انا اوريدي محسوبه عندي. انا مثلا هدخل على الريفيو وهقول له عايز اخد، بصوا ما بقوا 3 فهاخد مثلا منهم ايه، اخد منهم واحد ماشي، واقول له ريفيو ناو. لما بدخل عليه بصوا بيفتح لي المنصه بتاعتي. طبعا احنا بنقول كل دي الحاجات اللي بتحصل واحنا بنشتغل، انا بقول لكم ككيو اعتقد يعني فرق بسيط يعني في التفريق. بصوا زي ما انتم شايفين منظر التاسك ايه، هو التاسك هنا هو مش عامل كواليتي كنترول ديت، عامل تاسك في الوسط مش باين اصلا. انا طب انا عايز اشوف الكلام ده ايه، كل الكلام كده موجود فوق بعضه، هنشرح المنصه بالسرعه. هنا زي ما انتم شايفين الوقت بتاعي من ساعه ما فتحت التاسك، هنا الوقت اللي فاضل للتاسك ده 22 ساعه 29 مينت. هنا بيقول لي ان خلي بالي الوارنينج ديت ان التاسكات دي اصلا اكسبايرد وخلص وقتها، فنخلصها بسرعه قبل ما الشركه تدخل تحرها. هنا انا واخده التاسك من اصل التاسك واحد
لان انا محدده له تاسك واحد اللي هاخده، فانا فاضل لي هنا لو مثلا حددها واخده 5 هيقول لي 1 من 5 وهكذا. طبعا السهم اليمين وشمال دوت لو عايزه التاسك اللي قبله او التاسك اللي بعده، لو انت رقم 1 بيجيب لك اخر تاسك، لو هنا هو اخر رقم 5 بيقول لك ان هو التاسك الاولاني هيبقى ايه. هنا دوت مش هيتاكتف معانا ويبقى ازرق غير لما اخلص خالص مراجعه كل التاسكات عشان انا كواليتي كنترول. هنا الاكسبت لو انا راجعت التاسك كله كويس، هنا الريجكت لو التاسك ده انا عايزه يتعدل وهرجعه واتاكد ان انا ما قلتش ريجكت الا لو كل التاسكات اللي انا واخدها هتبقى ريجكت، عشان اي حاجه هرجعها مش هتحاسب عليها، لو اشتغلت مش هتحاسب. طبعا الريجكت ده عشان تاكتفه لازم هنا تعمل ايرور وتكتب النوتس ان هو انت ليه مرجع التاسك ويلي، وتعمله ان هو unqualified. بص انا مجرد ما هدوس كده هتتفتح انها unqualified. لازم اكتب وافهم الراجل فين، احنا مش هنقعد نبعت لبعضنا الكوره ما نشوطش الكوره، كل واحد فينا يفهم التاني العيب في ايه. هنا زي ما بقول لكم اكتبوا ان هو ايه العيب، ان هو مثلا ايا كان ان هو مثلا الفريم مش مظبوط. طيب في عندي هنا النوت، النوت هنا هوت لازم اكتب هو رجع ليه، رجع عشان الفريم مش حلو او الكلام مش معمول كواليتي كنترول وهكذا. طيب انا عايزه كواليفايد بيبقى لونه اخضر، لو هو مش كواليفايد ولسه معمول بيبقى لونه ابيض، لو هو انكواليفايد بيبقى لونه اورنج. بصوا بصوا اللون بقى اورنج، فانا لما الاقي عندي هنا هوت لازم عشان افك البتاع لازم اشيل الايرور ديت، عشان في ناس ما بتبقاش عارفه، بتشيل الايرور ديت وبتدوس على كواليفايد. ماشي هيبقى ايه عادي، خلوا بالك انت ممكن تدوس كواليفايد وهو اصلا لسه اورنج، فانت ما تعملش تبقى لو عمل معاك الحركه دي بتروح تدوس على ان تشيكت وبعديها ترجع على كواليفايد تاني عشان يبقى كواليفايد. ماشي، لان لازم تبص اول لما تمسك التاسك على الحته دي، ولازم قبل ما تقفل التاسك تبص على الحته دي ان كله صح معمول له كواليفايد لو انت كواليتي كنترول. طيب هنا زي ما انت شايف هنا النوتس بتاعت لو انا عايزه اقول له اي تعليمات بلها وهرجع واعمل ريجكت للتاسك. هنا الكلام اللي بيتفرغ اللي هو المكتوب ده، بصوا بيتغير على حسب الكلام، المفروض اكتب هنا الكلام. هنا لو عايز التاجات بتاعتي، في عندك تاجات معينه هنا هوت في المنصه انا هحولها لكم عربي عشان افهمكم ايه التاجات، بس انا عن نفسي لما بحب اشتغل مع المنصات الصيني بحب اشتغل بيها، بحب يعني ان مبقاش افتح الترجمه يعني عشان ساعات بتلاقي حاجات كده غريبه بتحصل، فاحنا بنريح نفسنا من الاول وايه وبشغل بعمل الترجمة يعني، فانا بشيل الترجمة عشان ارتاح وما يبقاش في مشكلة. في هنا عندي انجليش في المنصة نفسها، ان انا ادوس على انجليش المفروض انها تتأكتف تشتغل، بس هو شايف ان هو كده ترجمة، هو مش طبعا مش مترجمة يعني، انت بتعمل رايت كليك وبتعمل. طبعا عندك التاجات، التاج الاولاني هنا عشان المشروع لغه عربيه فانا باخد لغه عربيه، لو هو مشروع كلمه انجليزي باخد هنا انجليزي، لو صيني باخد هنا صيني. هنا لو جيت هنا هو تالت حاجه الارقام، لو في رقم بالانجليزي مش الارقام العربي، الارقام العربي ما بتتحسبش. في عندك هنا هوت لو في رمز من الرموز اللي هو علامه الاستفهام علامه التعجب اي علامه. هنا لو في لغة تانية، يعني انت مثلا بتتفرغ عربي وانجليزي ولقيت قدامك اسباني فرنسي تختار ديت وتعملها حاجة اسمها نال ان يو دبل ال بالكابيتال. وهنا لو في عندك اللي هو الكيو ار اللي هو الكود ده اللي هو انت لما بتدخل اي مطعم بتدخل اي بتاع بتروح عامل كيو ار فبيطلع لك الكيو ار، نخلي بالنا الكيو ار تتحدده كله من جوه ما تسيبوش من بره. انت دلوقتي المفروض مش عارفه الكمبيوتر مهنج ليه،
اهم حاجه ان بصوا ده الكيو ار يا جماعه، عشان في ناس ما بتعرفوش دوت. انت بتنزل برنامج من بلاي ستور او الابل ستور، بيقدر يقرا الكيو ار دوت. لو بتدخل عند مطعم، بتدخل عايز تدفع فلوس اونلاين، الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ بتفتح البرنامج وتقرا من الكاميرا، هتسلطها على الحتة دوت ويدخلك على اللينك، ولا اما تدفع، لا اما تقرا المنيو، لا اما تعمل اي حاجه على حسب انت اللي انت عامله ده ايه. دلوقتي ابلكيشنز كتيره قوي مسهله الموضوع ده، بدل ما انت احول لك الفلوس وبتاع، لا اخد الكيو ار بتاعك واحول فلوس وخلاص. طيب دلوقتي هنا قلنا كل حاجه. هنا لو هو المفروض يكون مضلع، او في عندك حاجه تانية اسمها بوليجونز. بوليجونز ده انت بترسمه مش هيفرق معاك شكله رباعي او مش رباعي، المضلع بس رباعي. زي ما انتوا شايفين هنا هاد كله ده مضلعات، وتأكد ان هو ان انا مخلصه كل الشغل صح، لو في كواليتي كنترول ان كله متراجع عليه. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين هنا لو عايزه ارسم بدوس على المضلع عشان اعرف ارسم، وادوس كده اهو. في ناس ما بتبقاش عارفه ترسم، بصوا بطلع هم اربعه. طب انا لو عايز اتلخبط ومش عايز حاجه، ارجع على الايد دي، بتشيل الاكتف خالص اللي ده بعده بوليجون. بوليجون بعمله كده واحد اتنين، واطلع فوق وانزل تحت واعمل اي شكل انا عايزه. اوكي البوليجون اهم حاجه. في اخر حاجه خالص بقف على النقطه، بقف على النقطه الاولى وادوس المسطره او السبيس اللي هي في الكيبورد عشان يقفل معايا البوليجون. طيب في حاله ان انا عملت بوليجون، انا بس عايزه ايه اكبر لكم عشان تشوفوا. انا دلوقتي مثلا هعمل بوليجون، في حاله ان انا عملت اللي هو المضلع بتاعي وعملته، بعد ما اخلصه خالص مجرد ما هدوس على البوكس واعمله ديليت هيختفي. ماشي انا دلوقتي مثلا خلصت البوليجون، زي ما انتم شايفين احنا بنبدا على طول من ناحيه الشمال فوق، وبعديها اجي يمين اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا. حاولوا دايما يا جماعة البوليجون يبقى على شكل مستطيل متوازي الاضلاع. ماشي ما اعملهوش نجمة، ما اعملهوش حاجات غريبة كده، ممكن اعمله على شكل برضو نص دايرة بس او دايرة بس، يبقى ايه اخره برضو مستطيلات يعني اضلاع. هنا بكتب طبعا التفريغ بتاعي، بص هو هيتنه احمر لحد ما تخلص التفريغ وتختار التاج وتقول له ده مثلا انجلش. ماشي اول ما اخلص كده خلاص ده هيتاكتف. لو انا ما عملتش الحركه دي ودوست في اي حاجه مش هيرضى يعمل معايا حاجه. بصوا انا مجرد ما هعمل هيلاقيه عمال يعمل حاجات غريبه، فارجع تاني للايد. طب انا في البوليجون عايز الغي نقطه هقف عليها كده، بصوا انا علمت على البوكس ووقفت عليها ورحت دايس حرف الدي او الياء اتلغت. طب عايز اعمل نقطه تانية، انا هقف في اي مكان انا عايزه، هتلاقي الدايرة الزرقاء دي ظهرت، اروح اعمل كده خلاص بقى عندي الترتيب 4 5 1. اوكي لازم يا جماعة من فوق الواحد، ما ينفعش اعمل واحد تحت واحد يمين واحد شمال، لا واحد من فوق شمال. طب عايز الغيه خالص زي ما قلت هعلم عليه واروح دايس ايه ديليت. ماشي طب انا دلوقتي عندي بوليجون اسمه ايه ده، عندي مثلا انا دلوقتي مثلا برسم المربع بتاعي. اوكي خلوا بالكم لما تعملش كليك ودراج، لا انا بدوس هنا مربع نقطه نقطه. ليه نقطه نقطه؟ هو المنصه كده، عشان في منصات تانية ما بيفرقش معايا. طيب انا دلوقتي عندي ايرور ممكن يظهر لي ايه، ان انا اوريدي زي ما قلت ما جيت هنا هو رحت كاتب وجيت هنا عملت هنا عمال اعمل ما بتعملش اي اكتف، المنصه بايظه، النت بايظ، لا مش بايظه، هي عايزه تختار التاجات، لازم اختار التاج. طب خلصت خلاص، خلص المنصة وحركها يمين وشمال. طب في عندي مشكلة تانية، أحرك المنصة ازاي يمين وشمال؟ عندك يا إما بتستخدم الأسهم يمين شمال أو فوق وتحت، بس لازم تتأكد إنك مش فاتح أي برنامج تاني. طيب في حالة إن هي أوريدي أنا حركتها يمين وشمال أهي وهكذا. طيب ممكن كمان أستخدمها من ال إيه ال على الرايت كليك في الماوس وحركها زي ما انتم شايفين كده اهو. خلي بالنا من بعض دلوقتي هنتكلم عن بعض الحاجات اللي ممكن تظهر لكم في داتا بلس وتعمل مشاكل. انا دلوقتي بشتغل عادي جدا جدا،
في عندي هنا هو حاجة اسمها سيتنج. الترس ده انا بدوس عليه، لازم الاعدادات بتاعتي تبقى بنفس الشكل ده يا جماعة. اي حد اعداداته مختلفة بليز يغيرها في مشروع الصور. انا بختار كل الحاجات دي بالظبط ماشي، واجي هنا هو في ده في الجنرال، وادخل على الجرافيك دروينج واتاكد ان كل دول معمولين مختارهم بالظبط، وبالذات التلاتة في تلاتة بيكسلز دي اللي هي المسطرة بتاعتي عشان تحدد لي الجرافيكس دوت. الحاجات اللي متعلم عليها لازم تتاكدوا ان الحاجات ديت صح ماشي. غير السيتنج بتاعتك لو انت شغال، وتاكد ان الحاجات دي كلها صح معموله كده. طيب بعد ما خلصنا، في عندك حاجه بتحصل؟ انا مثلا دوست غلط على البتاع دي واتفتحت معايا، بدل ما اجي ادوس هنا دوست هنا، المهم يعني اتفتحت معايا فانا دوست عليها بالغلط وانا ما خدتش بالي ودوست الحته دي بالغلط. بصوا الاعدادات كلها اختلفت، بدل ما يبقى closed الاوتوماتيك اتسو ادزوربنج ادزوربشن بتبقى vertex. اوكي فانا دلوقتي هلاقي عندي ظهر عندي عشان اقدر اقفل السيتنج، بقفلها من هنا، هلاقي عندي ان انا كل ما اجي احرك البوكس بتاعي هلاقي عندي ان انا كل ما اجي احرك البوكس بتاعي لفوق، قلنا ندوس رايت كليك، هندوس رايت كليك وهنحرك يمين وشمال ماشي، فوق وتحت. طيب انا دلوقتي بصوا، انا كل ما اجي احرك البوكس بتاعي لزق في اللي جنبه، بصوا لازق فيه ازاي. بصوا انا اجي احركه، اجي احركه يمين شمال في اي حته، بصوا لزقه في بعض ازاي. طب انا حل المشكله دي ازاي؟ زي ما اخد بالي لما اجي ادوس على اي حاجه، ادوس على الحاجات اللي انا بستخدمها بس، واجي هنا من الجنرال واختار كلوز. اوكي انه ما يلزقش الزوايا ولا يلزق الاضلاع ماشي، فاختار كلوز واجي هنا واقفل السيتنج بتاعتي، وايه زي ما انتم شايفين ادوس هنا واطلع البوكس لوحده والتاني لوحده ماشي. عشان في ناس بتحصل معاها بتاع دي وتقول لك انا مش عارف هو ليه اتعمل، طب ده بايظ، ده ايه بالظبط، وهكذا. فهمنا؟ يبقى انا لو لزق عندي الفيرتكس اللي هي الزوايا مع بعض او الاضلاع، بدخل على السيتنج واروح دايس في الجنرال اعمل دي، اتاكد دي كلوز. طيب انا دلوقتي زي مثلا عندي التاسك بتاعي انا عايز اعدله، اروح جاية في عندي اقدر احركه كده، احركه كده، اقلبه كده، اجي من الناحية التانية اعدله كده كده كده. زي ما انتوا شايفين بقدر ان انا اتحكم في الايه في التاسك. طب عندي اللي هي البتاعة دي كل شوية اجي اعمل الاقيها طلعالي، كل شوية الاقيها ادوس على اي حاجة الاقيها طلعالي، هتروح جاي تعلم على البوكس وتنزل بعيد خالص عن اي بوكس، ما تجيش ناحية اي بوكس، واعمل اللي هي الحاجات بتاعتك كلها من هنا ماشي، عشان دي ما تطلعش. لان انا بص مجرد ما هدوس على اي حاجه هيطلع لي الانفورميشن دي، هي المفروض بتتلغي اكيد من حته بس انا ما اعرفش. طيب في ايه تاني عندك ممكن غلطات تحصل؟ ان انت جيت هنا اهوت، انا دلوقتي رسمت في ال زي ما انتوا شايفين كده، اترسمت في الكواليتي كنترول، الولد ما عملش الموديفيكيشن بتاعه، وانا رحت جاي هنا اهوت في الكواليتي كنترول ورحت راسم البتاع، فما طلعليش الحته بتاعت الكواليتي كنترول، ما طلعتليش. طب الكواليتي كنترول دي هعرف اوصلها ازاي؟ هاجي هنا اهوت، عشان هو العادي يطلع لي كواليتي كنترول، بس اللي انا جديد رسمه ما فيهوش كواليتي كنترول، فاطلع ازاي الكواليتي كنترول بتاعه؟ هاجي هنا اهوت هعمل سيف، اللي انا عملته هعمل عليه سيف. اوكي لازم يا جماعه تعملوا سيف الاول، خلوا بالكم المنصه دي الاكبر عيب فيها ان هي ما بتعملش حفظ لوحدها، لازم انا كل ما اعمل اي حاجه عليها عشان لو الكهرباء قطعت لو اي حاجه لازم تدوس سيف، لازم تدوس سيف ماشي. واجي هنا اهوت اروح اعمل ريفرش للصفحه، مجرد ما هعمل ريفرش الصفحه الكواليتي كنترول هتفتح. واجي هنا ادخل على
البوكس بتاعي زي ما انتوا شايفين، بصوا اتفتح عندي الكواليتي كنترول وعملت كواليتي كنترول وخلاص واتحلت ومفيش اي مشكلة. طب في عندي ايرور تاني ايه بيظهر؟ ان انا زي مثلا الصفحة اوريدي مش انا المفروض التارجت لانجوج بتاعتي عربي او انجليزي وتلاقي لغة تانية. اللغة التانية زي ما قلنا في عندي، لو طلع لك كل الصفحة لغة تانية زي بالمنظر ده لغة فارسي، بروح جاي هنا دايس انها invalid وادوس في submit، او لو في quality control بعمل accept. اوكي، بس لازم اتاكد انها invalid واعملش اي بوكس، عشان في بعض الناس بتقول لهم يا جماعة اعملوا بوكسز، ما ينفعش في ال invalid تعمل اي بوكسز. ماشي. طيب في ايه تاني ممكن يجي لي غلطات؟ احنا قلنا ديت اتكلمنا عليها، قلنا نصلحها منين. طب انا دلوقتي الفريم بتاعي لازم اضيقه على قد ما اقدر. بصوا انا عندي لما باجي بشتغل في عندي المسطره الحمراء دي فيها 3 في 3، شايفين المربع الصغير خالص اللي مش باين ده؟ انا ازاي اوصل له؟ انا لما احب اكبر او اصغر بالزائد او اليساوي اللي فوق الحروف، مش اللي عند الكيبورد في البتاع، واقعد اكبر 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 لحد ما اشوف الايه البوكس بتاعي دوت. بصوا انا المفروض ما يزيدش عن 3 بيكسل. بصوا المسافة قد ايه بين الحرف وبين البتاع، ما تزيدش عن 3 بيكسل. اقعد اضيق 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 عشان هي مش هتقبل منك خالص اي شغل، مش هتاخد منك اي تاسك طول ما هي المربع دوت مش في فرق بينه وبين الحروف. ماشي. طيب في ايه تاني عندي غلطات ممكن تلاقيها؟ زي ما قلنا احنا هنكبر بالناقص والزائد اللي فوق الحروف اللي جنب فوق الحرف الجيم والدال او حرف البي ده، فوقيه هتلاقيه الناقص والزائد دول بيكبروا وبيصغروا. طب انا عايزة اكبر الحتة ديت، بصوا انا مجرد ما هتحرك كده هلاقي سهمين ظهروا بتاع الازرق ده، اقدر اكبرها واصغرها، اكبرها واصغرها. من الناحية التانية برضو اجي هنا اول لما تطلع السهمين اكبر واصغر. طب في ايه تاني ممكن اعمله هنا؟ هوت برضو انا عندي ممكن افتح هنا الزوم واكبر هنا الكلام اوكي، عشان اشوف هو فعلا في الكواليتي كنترول يا جماعة او في كتابتكم تشوفوا انت فعلا كاتب الكلام صح ولا غلط. ماشي. فاكبر واشوف هنا، خلوا بالكم عشان في ناس كتير قوي مثلا بتكتب الياء بدل ما تكتب ياء تروح كاتبة اللي هي الالف المكسورة. في فرق شاسع بين الالف المكسوره والياء. ماشي. الياء تحتها نقط، خدناها ديت في ابتدائي، فبليز لو سمحتوا ما تتجاهلوش الحاجات ديت عشان ده الكمبيوتر ما بيفهمش اي حاجه، هيفهم اللي انت بتقوله. بصوا اقعد اراجع على كل التاسكات، ما خليش اي حاجه بصوا تبقى مقطوعه عليها الخط كده، لا لو مقطوع غلط لازم اكبر الشاشه، اصغر الشاشه كده وانا بقص، واتاكد ان بعد ما قصيت او بعد ما ضيقت ان كل البتاع ما فيهوش اي حاجه. انا هنا مصه هو اكتر من 3% 3 بيكسلز، بس هنا لا في حرف كيو فانا ما اقدرش ان انا اعمله. هنا اتاكد، بصوا الحته دي تحس كانها مقطوعه، اكبر اتني اكبر واصغر اكبر واصغر لحد ما اتاكد ان ما فيش اي حاجه مقطوعه. بصوا هنا لا في ما فيش في مسافه، انا لا يبقى هنا كده بشتغل صح. ماشي. ما ضيقش قوي بحيث ان يقطع الكيو، لا ما تقطعش الكيو. هنا مثلا ممكن اجيب كده سنة سنة مش اكتر، وخلي بالي لو الحرف نفسه فيه شادو هنا هوت من اصل الكلام او فريم كده هو التاني اخد بعد بره الفريم، الا الفريم ده لو كان على كذا جملة. هنا عندنا مثلا بناخد سطر سطر، ما ينفعش اخد سطرين مع بعض. لو قال لك كلمة كلمة التزم بالتعليمات اللي بتاع، ما تقعدش تشتغل غير ما تعرف التعليمات ايه، متبقاش انت شغال مع نفسك وما تشوفش اي فيدباك وما فيش اي حد بيرد عليك. ولو حد كتب لك في النوتس اتكلمني، الليدر بيدور عليك مش لاقيك وبيقول لك كلمني، ما تتجاهلش النوتس، تدخل وتشوف وتتصل بيه وتقول له انا فلان الفلاني. طيب في ايه تاني عندك؟ اهم حاجة كل شوية اعمل سيف، كل حاجة اعمل سيف. لا اله الا الله. بس زي ما بنقول في ايه تاني غلطات ممكن الانسان يحصل له؟ ضيقوها على قد ما تقدروا يا جماعه، لو عملت مليون تاسك مش هتقبل ولا تاسك بتاع. في حاله انك انت جيت دخلت وطلع لك المسج دي بتقول ان التاسك بتاعك خلص وتحرر، خلص وتحرر من الاخر، انت سبته وهو بيقعد تقريبا 4 ايام وانت حضرتك طنشت
ورحت عشت روحك، ما قعدت تشتغل وما شفتش انك انت عندك ريورك، انك انت تصلح، فده معناه ان هو خلص. طب دلوقتي احنا ممكن نحلها ازاي؟ لو ما حدش خد التاسك بتاعك هتروح عامل ايه؟ هتروح رايح، ممكن ساعات بيبقى مثلا النت ضعيف، ماشي، والتاسك موجود بس النت ضعيف، فانت تعمل ايه؟ انك انت هتروح جاي هنا اهوت، هتسيف ال سوري هو اوريدي مش شغال، هتسيب الصفحة دي مفتوحة وهدخل على صفحة تانية، هعمل ساين ان عادي جدا واسيب الصفحة دي مفتوحة، ماشي، اعمل ساين ان واكتب البتاع وادخل من اول وجديد، واعمل بعد ما يتفتح خالص اعمل هنا اهوت ريفرش للصفحة، هترجعني للايه، للصفحة بتاعتي، او ادخل من الجديد واعمل كونتينيو. اوكي، طيب في حالة انك انت اشتغلت وجيت ان هو تخلي بالك زي ما قلنا على طول، اعمل سيف الريفرش يا جماعة، لو عملت اي ريفرش بيضيع اي تعديلات عملتها من غير السيف، خلوا بالكم الحكاية دي. طب في ايه تاني حاجات؟ خلي بالك بقى لو عندك رموز وكده لازم تختار التاجات، لو عندك كلمتين جنب بعض بس دي مقاس ودي مقاس، كل واحد في بوكس لوحده، عندك كلمة مفصولة بحاجة او في حرف ناقص في الوسط ومش شايفه تحط بداله، بنختار اللي هي بنختار نعمل اللي هي بتعمل، بص ازاي بتعمل في الانجليزي، تحولها انجليزي وبعديها تعمل حرف الجيم اللي هي القوس دوت وستار، وليه ما بيكتبش، هنعمل شيفت والبتاع دوت وبعديها هنختار الستار، مش كله شيفت، انا دايس صباعي على شيفت وعمال اعمل حرف الجيم وبعديها رقم 8 وارجع حرف الدال، ماشي، واعمل سبيس قبلها وبعدها واكتب بقية الكلمة. طب لو هي كلمة انجليزي وكم حرف باينين منها، اعمل على عدد الحروف اللي مش باينة، عادي، بص وانا بعمل سبيس واروح قايل ايه، اكتب بقية الكلمة مفيش اي مشاكل وادخل على الكلام اللي بعدها. طب لو وقع اكتر من كلمة بدوس على كل واحدة فيهم ستار، اعمل ستار على عدد الكلام، يعني حاول تاخد كلمة واحدة لو الجملة كلها طويلة يعني. طب لو عربي بيبقى مش على عدد الحروف، لا اروح حاطط بدلها ستار، ماشي، ستار واحدة بس للكلمة في لو عربي. في ايه تاني عندك ممكن يبقى غلط؟ زي ما قلنا عايزين نلغي، نعمل اي حاجة من الحاجات دي تعملها مفيش اي مشاكل، صغر وكبر على طول، صغر وكبر على طول، اهم حاجة تشوف وما تبصش الا لما تبقى انت شايف الزوم بتاعتك، تراجع كلمة كلمة حرف حرف، في ناس كده عبقرية بتدخل بتعتقد ان هي ممكن تشتغل بطريقة بسرعة وفي النهاية ما بتراجعش ولا كلمة وفي النهاية شغلها كله بايظ، اتأكد ان انا مفيش اي حاجة عندي. في عندك ان هو زي ما انت شايف في ديليت، لو انا اعلم على التاسك بعمل له ديليت من الكيبورد او باجي نوت اعمل له ديليت من الباسكت ده من الصندوق ده. في عندي عين، العين ديت لو انا دوست على العين الاولانية اللي مش عليها شرطة بتضيع لي كل الحاجات اللي حوالين التاسك وتسيب التاسك بس هو، لكن الحاجات دي موجودة، انا لو دوست عليها تاني بصوا موجودة ما اتلغتش. طب في حالة ان انا رحت دايس على العين المشطوبة هتشيل البتاع دوت وتسيب الباقي، خلوا بالكم انا بستخدمهم امتى عشان اشوف الكلام، يعني بص الكلمة دي فوق الكلام، البروجكت ده قال لنا مفيش مشاكل يا جماعة الكلام فوق بعضه وحطه عادي، في بعض البروجكتس التانية يقول لك لا ما تحطش ولا حاجة فوق بعض. طب انا دلوقتي عايزة اشوفها، فراح اقفل كل اللي حواليها هلاقيها عبارة عن مكتوب ات وبعديها اي بي اي اي ام اي، اتاكد ان انا الاي ديت مش مقطوعه عشان في ناس بص ممكن تكون هو حاططها فوقيها فالفريم بايظ، واتاكد انها سليمه كنترول واختار التاج وان هي انجليزي وادوس سيف. اوكي انا اتاكدت كلامي صح، كل كلامي يا جماعه اعمل سيف بدال بعده، كل كلامي اعمل سيف بعده. طيب عرفنا ديت، في ايه تاني؟ لو عندك رموز او كده هوت مالكش دعوه هو بيكتب يمين ولا شمال، ابدا اكتب كلامك كله صح وحط رموزك صح ومالكش دعوه، ظهر يمين ظهر شمال الكلام ظهرت الارقام مالكش دعوه،
اكتب زي ما هو مكتوب ماشي، عشان ساعات هو لما بيجي يكتب في البتاع يعني انت حامله عربي وهو بيكتب انجليزي، فهو هيحط لك الارقام متلخبطه، فانت بس اكتب صح بنفس الطريقه بنفس الترتيب وملكش دعوه باي حد ماشي. لو في عندك هنا هو زي ما انت شايف ان هو البروجكت بتاعي عربي وانجليزي، وعندي كل سطر في بتاع، بعمل كل سطر في بتاع، لو مسافه هنا هو يعني مسافه بين دي ودي مسافة واحدة أو مسافتين مش مشكلة أحطهم في نفس السطر، لو أكتر من اتنين يعني تلاتة أربعة لا بفصلهم، ببقى هنا واحد وهنا واحد. العربي خلي بالك الأرقام العربي الأرقام الإنجليزي بس اللي بيختار فيها تاج الإنجليزي، لكن الأرقام العربي سوري الأرقام الإنجليزي بس بيختار فيها تاج الأرقام وتاج الإنجليزي، لكن أي أرقام تانية ما بيختارش فيها إيه الأرقام. تأكد إن مفيش أي حاجة قطع. هنا لما يكون عندك لوجو البروجكت ده قال لنا عادي اكتب الكلام مالكش دعوة بالشكل، بس حدد هو حدوده قد ايه ماشي، وتختار ان هي اختار ان هي مثلا دي عربي فاختار عربي ما اختارش سبيشال سامبلز. اوكي كل ما هتكبر كل ما هتلاقي البتاع بعيدة، يعني بص هنا شادو مالكش دعوة بالشادو واختار الكلمة، لو الشادو اصلا في الكلمة الفريم بتاعها لا اختاره. هنا بصوا عمل الاثنين مع بعض، لا انا عايزه كل سطر لوحده فكده غلط، وبصوا المسافه قد ايه، بصوا كل دي مسافه بين الكلمه، طبعا الكلام ده غلط. هنا بصوا لو نازل طالع اعملها بالبوليجون ما تعملهاش بالمسطره، مسطره فقط في حاله انها ثابته كده، لكن البوليجون زي ما انتم شايفين لونه بنفسجي بيربل وهنا هو اصفر. لو كلام كتير اعمل زوم وقص كل حاجة وتأكد ان كل حاجة كان ايه. وعندك هنا حرف زي ده كده، الحرف ده زي ما انت شايف الحرف ده هو الحرف ده حرف الجيم اللي هو تحته ثلاث نقط، وهو اصلا مش من اللغة العربية، فانا هكتب الكلام عادي جدا واجي الحرف ده اعمل بداله كلمة نال، هكتبها كده اهو. بصوا هعمل ازاي، هكتب مثلا فندق مثلا ولا قصر مثلا كذا، مثلا هكتب قصر النجمة مثلا، والجيم ديت ايه فيها بعمل بصوا راح جاي هنا اهو واعمله انجليزي واروح كاتب النجمة واروح كاتب بقية الكلام. سوري مش نجمة دي لو هي مش باينة، طب لو هي باينة وحرف اللي هي جيم اللي هي بتاعت الفارسي او بتاعت اي حاجة التركي ده، بروح كاتب كلمة اللي هي بتاعت نال ان هي دي لغة تانية واسيب الكلام عادي. بصوا انا هنا عشان بكتب من اتجاه الانجليزي فجايب لك شكل وحش، لو جبته ناحية العربي بصوا سليم، عشان كده بقول لك اكتب زي ما انت عايز مالكش دعوة باتجاه الكلام ده انت كاتب صح. ده بيقول لك انك انت دلوقتي انا شغال فيه وجاي اعمل سيف، بصيت لقيت حد تاني دخل عندي، دخل على الحساب بتاعي الكواليتي كنترول بتاع الشركه، دخل يبص على حسابي، طب اعمل ايه اعمل ايه، اسيبها مفتوحه ما اقفلهاش عشان انت ما عملتش سيف للموديفيكيشنز بتاعتك، واروح اعمل اي حاجه كده 10 دقايق نص ساعه وارجع تاني اعمل اسيبها مفتوحه واعمل ريلوج من صفحه تانيه، وبعد ما اعمل ريلوج اعمل في دي بقى ايه المفروض ان هي ادخل عليه ريلوج وادخل عادي على التاسك، هتلاقي الموديفيكيشنز بتاعتك موجوده، لو اتمسحت خلاص هتضطر تعملها من اول وجديد، بس المهم التاسك يبقى عندك ماشي. هو بيقول لك زي ما انت عامل اعمل ريلوج في صفحه تانية واعمل سيف ايه للصفحه دي. طب في حاله ان هو دخل وانت قفلت خلاص هترجع من اول وجديد وتعيد التاسك من اول وجديد. يعني دي تقريبا كانت اغلبية الحاجات اللي ممكن تتعرض لها، وزي ما بقولك سهل على نفسك اي حاجة اسأل، لازم تبقى في جروب الشركة الجروب الشغل اي حاجة اسأل اي حاجة اسأل، حرام عليك ما تضيعش عليك. يعني انا مثلا بدل ما يرجع لي التاسك 3 4 مرات وانت داخل لك في 3 مرات ده راجع لك، وانا رجعت لي الشركه تاني 4 مرات تانيين غير 7 8 اللي احنا عاملينهم،
ما كل ده كان ممكن نعمل داتا ثانية وتكسب فلوس، فليه تضيع وقتك؟ لما نقول كلمة اقرأ اقرأ وافهم، شوف صحابك بينبهوا على ايه عشان ما تغلطش نفس الغلط، ما تظلموش نفسكم، المواضيع سهلة وبسيطة وكلنا نعرف نعمل نشتغل، مفيش حد احسن من حد، في واحد بيتعلم وفي واحد بيشوف غلطاته وفي واحد بيتني ويعيد نفس الغلط طول العمر، طول العمر هتعيد نفس الغلط لحد ما تصلح نفسك. ربنا يبارك لكم ويوفقكم وكله خير بإذن الله.